نعم ولد عمي، للأسف خبر جديد له علاقة بالهجرة الغير الشرعية. البارح شاركنا معكم واحد الخبر اللي كان كيقول باللي الشرطة الوطنية الإسبانية اعتقلت 5 عمال في مطار برشلونة البرات. نعم، حيث كانوا كيسهلوا الدخول على المهاجرين إلى الأراضي الإسبانية، نعم، بطريقة غير قانونية. واليوم كنشوفوا باللي كاين واحد الخبر اخر. شنو كيقول هذا الخبر؟ اي هدأه عنده علاقه بالمغرب. ايه ولد عمي، اعتقال 11 شخصا في الجزيره الخضراء وطرغونا ومدريد ضمن شبكه تنقل مهاجرين مختبئين في شاحنات من المغرب. ايه ولد عمي، قدمت المؤامرة وثائق مزورة للمهاجرين، كانوا كيقدموا لهم وثائق مزورة، علاش؟ باش يقدروا يركبوا في البواخر في السفن، ومن ثم ايه كانوا موجدين لهم الشاحنات الكاميونات كل شيء مصوب باش يقدروا يتخباو تحت الكاميونات. يقدروا يدخلوا تما حتى 5 ديال الاشخاص، يقدروا يتخباو تما حتى 5 ديال الاشخاص. علاش؟ باش يقدروا اولاد عمامي يتخباو من الديوانه من التفتيش باش يقدروا يدوزوهم ملي وصلوا هنا لاسبانيا الجزيره الخضراء عند البوليس عند التفتيش. ما يعيقوش بهم، كيخبيوهم تحت الكاميونات. كانوا كيشدوا منهم ما بين 8000 يورو حتى 14000 يورو. ولكن هي الخدمه نقيه، الخدمه نقيه ولد عمي، 8000 ولا 14، ولكن وثائق مزوره باش تدخل في الباخره يخبيوك في الكاميون. وملي توصل هنا كيصيفطوك فيما بغيتي، برشلونه لمدريد، المهم كانوا كيقطعوا لك البيي ديال الكار ولا ديال المترو ولا ديال الطوبيس ولا المهم كيوصلوك فيما بغيتي. مزيان، خدمه نقيه، خدمه نقيه. ولد عمي، المهم نخليكم على الريبورتاج ديال البوليس ومن ثم نمشيو للتفاصيل. ما تنساوناش باللايكات ديالكم والبارطاج. Hay debajo de la rueda de repuesto, como decía el inmigrante, es este. O sea, subirte. Como te suba aquí en el diferencial, vamos, se te ve. Es verdad que hay un travesaño aquí cortado, que se ve este travesaño cortado, que lo mismo es para que el tío se siente aquí, se tumbe aquí. نعم الاخوان، تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كيفتم معنا الاخوان في هذاك الفيديو اللي شاركت معنا الشرطه الوطنيه الاسبانيه؟ شفتوا الكاميونات، شفتوا فين كانوا كيتخباو وزيد وزيد. المهم الاخوان، نمشيو للتفاصيل باش ما نطولش عليكم بزاف. سمعوا لي مزيان هنا. اوقفت الشرطه الوطنيه 11 شخصا في الجزيره الخضراء وطرقونا ومدريد في عمليه لتفكيك شبكه اجراميه يزعم انها تنقل مهاجرين مختبئين في شاحنات من المغرب.
ومن بين المعتقلين الزعيم المزعوم للشبكة الذي دخل السجن. الخيفي الباترون على حسب ما كيقول هنا راه شدوه في السجن بالي، ويجري التحقيق معهم باعتبارهم مسؤولين عن جرائم الانتماء الى منظمة إجرامية وتفضيل الهجرة الغير شرعية وتزوير الوثائق كما اشارت الشرطة يوم السبت. ايه ولد عمي هنا تسمع كيفاش كانوا خدامين. وقدمت الشبكة ومقرها في طراغونة، المقر ديالهم ديال هذه الشبكة الإجرامية كان في طراغونة، وثائق مزورة للمهاجرين في طنجة المغرب حتى يتمكنوا من التوجيه إلى الجزيرة الخضراء بعد دفع مبالغ تتراوح بين 8000 و14000 يورو. وثائق مزورة باش يقدروا يطلعوا في السفن في البواخر. من بعد كيف قلت لكم الإخوان، نعم غير كيطلعوا في البواخر طال ايه الكاميونات راه مجهزين، راه شفتوا معايا كيتخباو تما حتى 5 ديال الاشخاص بالي. في المقابل 8000 ما بين 8000 و14000 ولكن كيوصلوك حتى فين ما بغيتي. دابا غادي نشوفوا هذا الشيء. هنا الاخوان قامت المنظمه الاخوان بتعديل جزء من الشاحنات لاخفاء ما يصل الى 5 اشخاص بداخلها، حتى 5 ديال الاشخاص. وعندما وصلوا الى اسبانيا هنا أوفروا لهم وسائل النقل للذهاب إلى أجزاء أخرى من البلد. أي ملي كانوا يوصلوا لإسبانيا الإخوان كيوفروا لهم وسائل نقل باش يوصلوا فين ما بغاو. أي ولد عمي أنت اتفقتي معايا نوصلك حتى إسبانيا، ولكن ماشي غير إسبانيا وها البرشلونة. أي ما تخافش أرهن الفلوس هاك الوثائق دخل في الباطو، من بعد تخبى هنا ملي نوصلوا الجزيرة الخضراء ندوزوا الديوان طال غادي نقطع لك البيي ديالك وتمشي فين ما بغيتي، عندك عائله صحاب في ما نعرف في باداخوز ولا في بايادوليد ولا في مدريد غادي نوصلك حتى لتما ما تخافش. داكشي اللي كانوا كيديروا معاهم. نعم الاخوان هنا ومن خلال الوثائق الاسبانيه المزوره التي تم الاخوان تقديمها لهم تمكنوا من الوصول الى السفن التجاريه المتجهه الى اسبانيا، وبمجرد دخولهم الى السفن يمكنهم الوصول الى المخازن. غير يدخلوا نقولوا في السفن يقدروا يتوجهوا لهذ المخازن الاخوان اللي صوبوها لهم في هذه الكاميونات. تم تجهيز المركبات حيث كانت الاخوان تحتوي على مناطق مخفيه في الكبائن او في مناطق قريبه من المحرك تم تعديلها مسبقا. نعم وكانت الإخوان المبالغ التي نعم فرضتها المنظمة على المهاجرين أعلى أو أقل حسب المكان الذي تم إخفاؤهم فيه. على حسب المكان بالي، على حسب المكان فين يخبيوك. أي ونوع ولا ونوعية الوثائق الإخوان المزورة على حسب الوثائق، على حسب المكان واش غادي تمشي في سميتو في هدف كلاس بيزنس ولا غير مع مع البوبريس، على حساب على حساب الوثائق. كاين وثائق والوثائق، القضيه على داكشي كتراوح ما بين 8000 و14000 يورو. ولكن كيف قلت لكم الخدمه كانت نقيه، الخدمه كانت نقيه مزوره لتوجه للنهايات. حتى القضيه ديال نقولوا السفر، النهايه ديال السفر واش المدريد واش طراغونه واش البرشلونه، على حساب كلشي داكشي الاخوان. نعم على حساب الوثائق، على حساب البلاصه اللي غادي تخبى فيها، وعلى حساب البلاصه اللي غادي نصيفطك ليها. على داك الشيء المبلغ كيتراوح ما بين 8000 و14000 يورو. هذا الشيء اللي كان الاخوان بالي. حضروا راسكم اولاد عمامي، ما تغامروش بحياتكم، الله يرحم باباكم. ما غاديش نقول لكم، ما غاديش ندخل هنا بابا بابا نو، الله يسهل على الجميع. ولكن كل واحد كيعرف شنو كاين. القضيه راه نتوما كتشوفوا مؤخرا ما كاين غير شد 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 شد، ما كاين غير شد شد شد. نتوما تعرفوا مؤخرا ما كاين غير شد، ما كاين غير شد. ها اللي كيهربهم، ها اللي كيدخلهم، ها اللي كيزور هنا في اسبانيا رخص السياقه، هذا شواهد السكن، كيفاش نقولوا ليه عقود عمل. ما كاين غير شد ولد عمي، ما كاين غير شد. انت تعرف القانون ها هو، القانون ها هو، والغش والتخرويض ها هو، انت تختار بالا ولد عمي. المهم تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنساوناش باللايك والبارطاج باش الناس يعرفوا شنو كاين، باش الناس يعرفوا شنو كاين بالا ولد عمي. على داكشي كنعملوا هاد الفيديوهات بالي. تحياتي لكم.